أقرأ لمين وما أقرأش لمين؟ يعني جاي سؤال بيقول أنا من كتر التشويش اللي حاصل ما بقتش عارف مين أرثوذكسي ومين هرطوقي، لأن أول ما أبدأ أقرأ لحد أفتح الفيسبوك تاني يوم ألاقي عليه هجوم، فأقول خلاص مش هقرأ له. أبدأ أقرأ لشخص تاني، حد من الآباء، أفتح الفيسبوك تالت يوم ألاقي عليه هجوم، قال خلاص مش هقرأ له. فالشخص بيقول أنا بقيت متشتت، هي الكنيسة كلها هراطقة، ما فيش حد خالص أرثوذكس أقرأ له. فبيقول أنا مش عارف، عايز أقرأ لمين؟ شوف، كلمة الكنيسة كلها تبقى هراطقة مش صح، وبعدين كلمة الحجر على القراءة مش صح. وأنا شخصيا، وأنا قبل ما أبقى كاهن وفي الفترة الأولى من كهنوتي، كنت بحب كتاب عن غاندي، وكنت أحب فيه إنه في أعماقه في الداخل فيها فكر روحي بس ما كانش مسيحي. ويقال إن هو قال العبارة المشهورة بتاعته: أحببت المسيح وأبغضت المسيحيين، لأنهم كانوا مستعمرين للهند. لكن ما أقدرش أنكر فضل هذا الكتاب، مش في حياة غاندي، لكن في فكر غاندي واشتياقه للجانب الروحي، بدليل ان احب المسيح. وفي نفس الوقت ايضا ما تعودتش، يعني حتى في صغري كان ابي اعترافي ما يمنعنيش من كتب معينة، بس يحط الكتب الرئيسية تبقى، يعني كنت طبعا ما كانش الكتب بالصورة الحالية في مصر، يعني مثلا اهم حاجة كان عندي الانجيل وبستان الرهبان والسلم السماء ودرجات الفضائل بس مختصر، وكل ما يطلع كتاب حلو أقرأ. وإذا لقيت كتاب يعني تاني أي حاجة عادي، عمر أب اعترافي ما قال لي لا تقرأ ده وما تقرأش ده، لكن ممكن أقرأ، ولو في سؤال ممكن أسأل إيه رأيك في الموضوع الفلاني. الحقيقة الكتابة بالهجوم مُمرة، إذا تدي مرارة للنفس، لكن أنا ألقط الحاجات الحلوة مع احتفاظي الكامل بالفكر المسيحي السليم المقدس في ربنا، وأسيب الحاجات اللي فيها تطرف أو الحاجات اللي تشكك. يعني هقولها كمثل، كنت مع مجموعة إنجليين في مصر في أمريكا، ومش عارف فجأة اتفتح إيه موضوع، فسألتهم سؤال: إيه نظرتكم للست العذراء؟ قالوا لي ده سؤال غريب، حد يطول يلاقي حد زي الست العذراء؟ يكفي اللي هي سابته لنا في الإنجيل وتأثيرها على لوقا البشير وحياتها الطاهرة والمقدسة، ومثل جميل لما زارت اليصابات إلى آخره. ففرحت إنهم هم، يعني رغم إنهم إحنا أو يتسموا إنجيليين، لكن الفكر يقترب جدا من الفكر بتاعنا. فعايز أقول أنا واثق بنعمة المسيح، النبوات الموجودة على الباب بتاع دير السوريان على ما أظن، اللي هو باب النبوات، آخر حاجة هيبقى العالم كله في صليب واحد. وقريب كان في واحد في أمريكا ما جابش سيرة طبعا الباب، لكن قال إن احنا عارفين إن آخر الأيام هيبقى في كنيسة واحدة. فحد سأله: تفتكر أنهي كنيسة؟ فرد انا يعني بستغرب انه عمله ده، واحد امريكي قال بصراحة: الكنيسة اللي قدمت 21 شهيد بهذه القوة ولا واحد انكر الايمان والخبر انتشر في العالم كله،
بدون أي دعاية من الكنيسة، حتما هيكون الكنيسة دي ليها دور خاص. وده مش احنا اللي بنقوله كأقباط، ده اللي بيقوله أمريكي مش من الكنيسة عندنا، لكن حاسس إن ده بداية جميلة، لأن ربنا بيهيئ العالم. مش هيهمنا إنها بقيت كذا أو كذا أو كذا الأسماء، لكن يبقى الإيمان الواحد، فما نقلقش.